أهلا بكم في عدد من المقاطع المصورة. هنتكلم عن الإعلام وتأثيره على المجتمع وبناء الدولة. في الجزء الأول هنتكلم عن الأساسيات: تعريف الإعلام، وظائف الإعلام، دور الإعلام في تشكيل الرأي العام. عشان نتكلم يعني عن ما راح تجوزي من هاي سوالف التعبانة، فيديوهات وكيف تصبح إعلاميا ودورات إعلامية. يعني كل عقلك إذا شفتيهن حصرين إعلامية. مينستريم ميديا، الإعلام التقليدي اللي احنا بنشوفه كل يوم، سواء في الراديو أو في التلفزيون أو في الكتب، في السينما، في الأفلام، في المسلسلات اللي احنا بنشوفها على الانترنت من خلال كل الأشكال التفاعلية. كل دي أشكال من الإعلام الجديد. سويتي عادي، فصلت الواي فاي. بلكي شوية تفرغين حضرة جنابك البنتج وتهتمي لها. تعرفين هاي السوالف عصبتي، ضجتي لي انقطعت الواي فاي. تعال باكر. ليش استاذ؟ دا اقول لك تعال باكر تسالني ليش؟ استاذ الله يخليك، انت يوميه تقول لي تعال باكر وتعال بعد يومين، انا يوميه اروح واجي بدون فايده. يعني هسه الفايل مالتي بينقص؟ انت عبالك ما عندنا حد غيرك؟ لا استاذ، بس انا محتاج الشغل. يعني وين ما اروح يقولوا لي انت خريج سجون وما حد يقبل يشغلني، شو اسوي؟ يقول لي اروح اجدي. انت معوق؟ يعني تقدر تشتغل، روح اشتغل يا أخي. يا